السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة ياسين بروتيف. الفيديو ديال اليوم الخوت نتكلمو فيه على شروط دين يوتيوب. بزاف ديال الناس يعني مؤخرا إلا دخلت اليوتيوب أتقام كيتشكاو من واحد القضية، هي أنهم دفعوا القناة ديالهم للمراجعة ولكن ترفضات بسبب كيجيهم في الميساج أن المحتوى متكرر. يعني هذا المحتوى المتكرر نقدر نقوله أنه بزاف كياخدوا شيء تشوفوا شي قناة ناجحة يا عربية أجنبية، وبزاف كيوقعوا في هذا الغلط كياخد نفس المحتوى يعني ولا نفس الفيديو وكيحطو يعني ما تيدير عليه حتى شي تعديل. وكاين ناس لي ترفضات القناة ديالهم و تيقول لك ان القناة كاع الفيديوهات اللي فيها انهم اصليين ديالو، ومع ذلك انها ترفضت ليه بسبب المحتوى المتكرر. يعني نجيو بعدا نشوفو يوتيوب شنو تيقول على المحتوى المتكرر. يشير المحتوى المتكرر الى القنوات التي تتضمن محتوى متشابه الى حد كبير، فيجد المشاهدون صعوبة في التفريق بين الفيديوهات على القناة نفسها. تستند هذه السياسة إلى قسم متعلق بخدمات سيرش كونسول في سياسات جوجل أدسنس. واخ كما قلت لكم الخوت المحتوى المتكرر، أن بزاف ديال الناس يديروا هذا الغلط. يعني أنا شفت شي فيديوهات ديال مثلا شي إخوان عرب معروفين كيشرحوا مثلا كيفاش تصيب قناة. تيجي واحد تيدير فيديو تيدير نفس الطريقة، نفس الصور، نفس كل شيء، غير الصوت اللي مختلف. يعني هنا لاحظتوا لك انت جوج فيديوهات ما تعرفش شنو الفيديو الاصلي، يعني لما شفتي لا تاريخ الاول ما تعرفش اين الفيديو اللي تحطه الاول. داكشي علاش كنت قلت لكم في واحد الفيديو من الاحسن ما غاديش نقول لك ما تاخذش فيديو، بغيتي تاخذ فيديو ديال شي واحد اخر دبر راسك. من الاحسن انك الفيديو فاش تاخذو دير عليه شي اضافه. ما يمكنش انا مثلا ندخل هنا مثلا ندخل يوتيوب نشوف شي فيديو يجيب مشاهدات بزاف، مثلا دابا يلا 10 ايام على 104,000 نشدو نحطو هو في القناة ديالي نطير شارجي ونحطو، راه ما درت شي والو. علاش انت ما تشدش مثلا الفيديو وتخدمو في المونتاج؟ يعني دير لي واحد المقدمة تغير شوية في الألوان، تكبر الصورة، تزيد تكبر الصورة، تحيد شي لوغو لا كاين، دركو مثلا باللوغو ديال القناة ديالك أو دير أي لوغو. يعني تدير واحد التعديل. هنا يوتيوب دابا كاين واحد المشكل، يوتيوب هنا تيقول لك ماشي مشكل تعدل، ولكن بزاف ديال الناس كتجيهم رساله تقول لهم لا ترفضات القناه ديالكم ان المحتوى متكرر. هذه مازال ما لقيت شي واحد في يوتيوب كيهضر عليها ولا شرحها. ها هما تيقول لك ماشي مشكل تاخذ فيديو وتعاود تخدمه، ولكن في نفس الوقت فاش كتدفع القناه ديالك المراجعه كترفض. هنا لجينا المحتوى الذي يسمح بالتحقيق الربح منه.
هاد القوانين الخوت ديال هاد السنة اللي حنا فيها، وكاينين شي قوانين غادي تبدل في السنة الجاية إن شاء الله. بقينا في الحياة مازال غادي نتكلم على تاي في هاد الفيديو. المحتوى الذي يسمح بتحقيق الربح منه، تهدف هذه السياسة لتأكد أن الفيديو لحقيق الربح يقدم للمشاهدين محتوى جديد وشيق، بمعنى آخر يمكن للقناة الاستفادة من ميزات تحقيق الربح. نشوف أمثلة فيديوهات تتضمن المقدمة والخاتمة نفسه، يعني كما قلت لكم إخوان ديك المقدمة، ولا تقدر تلقى أنهم كاتبين مثلا في فيديو كاتبين الانترو والاوترو، يعني المقدمه والخاتمه. هذيك الانترو الخوت بزاف ديال الناس تيقول لك باقي القناه ديالك ما دفعتهاش المراجعه وما تقبلهاش، من الاحسن ما ديروش. ولكن انا تنقول لكم من الاحسن ديرو، حيت يوتيوب راسك تدوي عليه وتدوي على كذلك على الصور المصغرة. ضروري يا إخوان ما تسمع حتى شي واحد شكيتي في شي حاجة، دخل كاين السياسة ديال اليوتيوب، ادخل تقرأ، ادخل جوجل تكتب قوانين اليوتيوب وغادي تقرأ. هانتوما كما كتشوفوا هاي الفيديوهات تتضمن المقدمة والخاتمة نفسها، لكن تعرض محتوى مختلف. واخ كما قلت لكم تقدر تاخذ فيديو مثلا، شوفوا شي فيديو يعني مثلا هذا من الاحسن اللي تكون ديال القناه، من الاحسن بعدا عليهم ديال شي قناه معروفه، من الاحسن بعدا عليهم فحال هذا، غير واخد فيديو من شي قناه. واخ مثلا فحال هذا انتني شارجي انا حطه في المونتاج، عند لي مقدمه وندلي الانترو والاوترو، يعني المقدمه والخاتمه في الوسط. علاش غادي نلعب في المونتاج هذا اللعب؟ مثلا تقدر تغير حتى في الصوت، تعدل في الصوت في المونتاج، تعدل الالوان، تكبر الصوره، دير لوغو، دير الاسم ديالك مثلا ديال القناه يبقى يظهر في الفيديو كامل، يعني كدير واحد المجهود، يعني كتغير في الفيديو. نزيدو فيديوهات تعرض محتوى مماثلا حيث يتناول كل منها جوانب مختلفة من الموضوع الذي تتم معالجته، مقاطع قصيرة حول مواضيع مشابهة تم دمجها معا. واخا نشوفو الفيديوهات في المحتوى الذي يخالف هذه الإرشادات، عندما تنحاول ما نقراش كل شيء، كنمشي لكم غير المهم. أمثلة على المحتوى الذي لا يسمح بتحقيق الربح، الفيديوهات التي تعرض حصريا قراءات لمحتوى لم تنشئه في الأصل مثل نصوص من مواقع إلكترونية أو خلاصات أخبار، الأغاني التي تم تغيير درجة الصوت أو السرعة فيها ولكن لا تزال مطابقة للأغنية الأصلية، المحتوى المتكرر المشابه أو الغير مجدي الذي لا يقدم قيمة تعليمية، المحتوى المستند إلى نموذج محدد، عروض شرائح نتيجة المصورة أو النصوص المتحركة تتضمن مقدارا طفيفا من السرد أو التعليق أو قيمة تعليمية أو لا تتضمن أي من ذلك. هنا هاي اللي تكلمت لكم على المحتوى معاد استخدامه، يشير المحتوى المعاد استخدامه إلى القنوات التي تعيد تصميم محتوى خاص بصانع محتوى آخر بدون أن تضيف إليه تعليقا مهما وأصليا أو قيمة تعليمية. نقدر أن نأخذ شي فيديو مثلا أجنبي ولكن ندير التعليق والصوت ديالي، هنا يوتيوب ما غاديش يمنعني وما غاديش يقول لي محتوى متكرر. علاش؟ حيت خديت انا فيديو عدلت فيه مثلا اللوغو ودرت الصوت ديالي، جات جاني دادي سياسات برنامج عمر. واخ بالنسبة للإخوان قبل ما ننسى، بالنسبة
السنة القادمة إن شاء الله، يعني ما بقى لها والو. كاين واحد القضية غادي تولي جديدة في اليوتيوب، هي فيديوهات قصيرة، فيديوهات قصيرة غادي يولي عليها تهي الربح. بالنسبة للناس اللي تيخدموا في تيك توك راك تيخدموا بهاد الفيديوهات القصيرة، ولكن يوتيوب تاهي بدات فيها هاد الخدمة. هما هادو الإخوان اللي كيطلعوا لك هنا، يعني إذا دخلنا اليوتيوب هما هادو فيديو قصير بحال الشكل ديال تيك توك. وكما كان نعرفه أن يوتيوب دابا دخلت في صراع مع تيك توك على هاد الفيديوهات القصيرة، وباغي تجذب الناس بأي طريقة. هنا غادي تكون واحد القوانين جديدة العام الجاي إن شاء الله، تحقيق الأرباح على الفيديوهات القصيرة هي هذه، اعتبارا من منتصف شهر كانون الثاني، يعني يناير 2023، شهر واحد إن شاء الله. يمكن لصناع المحتوى أن يتأهلوا للانضمام إلى برنامج شركاء اليوتيوب إذا اكتسبت قناتهم 1000 مشترك. ضروري منك 1000 مشترك، تكون عندك 1000 مشترك، ودوك الفيديوهات القصيرة يكونوا جمعوا 10 مليون مشاهدة، 10 مليون مشاهدة في آخر 90 يوم. يعني ماشي فحال 4000 ساعة، 4000 ساعة كيحضروك في 12 شهر. الفيديوهات القصيرة عطينك 10 مليون مشاهدة في آخر 90 يوم، وغادي يبقى الشرط، يعني الشرط اللي كان قديم، اللي بغى يجمع 1000 مشترك و 4000 ساعة غادي يبقى. ولكن انت الا كنتي عارف راسك انك تقدر تجمع الساعات في الفيديوهات القصيرة، يعني من الاحسن 10 مليون مشاهدة. والاخوان راه ماشي بالنسبه للناس، انا تنتكلم مع الناس اللي ديجا خدامين في تيك توك، يعني غادي تجي هاد الفيديوهات القصيره غادي تجي سهله دغيا، يقدر يجمع فيهم ديك 10 مليون. كما كتشوفوا ها هو هذا فيه 767، هذا فيه 8 مليون، هذا فيه 39 مليون، هذا فيه 5 مليون. يعني الا ما بغيتيش دير فيديوهات يعني في اليوتيوب بشكل عادي، تقدر دير فيديو قصير. وهنا تيقولوا لنا يوتيوب بعد تقديم طلب الانضمام الى برنامج يوتيوب ستتم مراجعة القناة للتحقق من توافقها مع سياسة الربح. نجي هنا في برنامج شركاء اليوتيوب او اي صانع محتوى تقديم، يجب ان تحمل المحتوى اصليا. هنا تقول لك الفيديوهات اللي ما تقدرش تربح منهم، يعني فيديوهات غير الأصلية مثل المقاطع غير معدلة من الأفلام أو برامج تلفزيونية. يعني كما قلت لكم هذا إخوان، شديتي فيديو ديال شي قناة ولا شي لقطات من فيلم، ما عدلتي فيهم ما والو، كاين مثلا شي ملخص ديال شي برنامج ولا ديال شي ماتش لايحة شي قناة، وانت شديتي حطيتيه في قناة ديالك. إعادة تحميل محتوى صناع محتوى آخرين من اليوتيوب أو منصات أخرى بدون إضافة أي محتوى أصلي، هذه اللي قلت لكم، غادي تمشي غادي تهز فيديو من قناة أخرى غادي تحطه في قناة ديالك، يعني ما درتي فيه حتى شي إضافة، هنا كيترفض. ولكن لا خديتي فيديو ودرتي عليه واحد الإضافة كما قلت لكم مقدمة وخاتمة و لعبتي شوية في المونتاج، راه كيتحسب لك الفيديو. هنا هادو هما كما قلت لك هادو هما الشروط الجديدة ديال السنة القادمة إن شاء الله. غتكون الشرط ديال
هاد الفيديوهات القصيرة انهم غادي يولي عليهم الربح. واليوتيوب قلت لكم كتنافس دابا تيك توك في هاد الفيديوهات القصيرة، غادي يولي عليهم الارباح. جمع 1000 مشترك وجمع 10 مليون مشاهدة، ولا بغيتي تبقى خدام بالطريقة القديمة 1000 مشترك و 4000 ساعة تاهي مقبول، ولكن الشرط الضروري هو 1000 مشترك تيبقى فيهم بجوج، ضروري يكون عندك 1000 مشترك. إذا النصيحة اللي بغيت نقول لكم الخوت، من الأحسن باش ما تجيكمش هذاك المحتوى المتكرر، من الأحسن دير فيديو ديالك، خدم على الصور المصغرة، ندير دابا هاد الانترو راه ولا ساهل، تدخل لجوجل كتب كري انترو غراتوي ودخل صيب مقدمة ديال القناة ديالك، دير مثلا انترو يوتيوب غراتوي، كيطلعو بزاف المواقع يعني انت ما خسر والو، دخل صيب انترو ديالك وخليه عندك في الباسي ولا في التليفون ديالك، وغادي تبقى تحتاجو. صيب انترو وصيب اوترو يعني المقدمة والخاتمة، خليهم عندك في الجهاز ديالك، راه غادي ينفعوك فين تبغي تعدل في شي فيديو، ولا بغيتي دير نتا فيديو اصلي ديالك. يعني من الاحسن تخدم على الفيديوهات ديالك، وماشي مشكل في البداية الاخوان، راه ما كاين حتى شي مشكل، خدم لوح فيديو، قدرتي فيديو في النهار، ما قدرتيش يومين 3 ايام حط فيديو، كان بامكانك كل نهار تحط فيديو، حط كل نهار فيديو، ما تبقاش تدي في هاد المشاهدات، حيت انت يلاه بادي، دير فيديو كل نهار، فيديو كل نهار، فيديو كل نهار. هنا فاش تبدا تحط فيديو كل نهار، يعني من بعد غادي ندير فيديو على الخوارزميات ديال اليوتيوب كيفاش كيخدم اليوتيوب، يعني فين تبدا تحط، ما تسمعوش لهذوك اللي تيقول لك لا ما تبقاش تحط فيديو كل نهار، حط فيديو كل نهار، حيت فين تبدا تحط فيديو كل نهار شنو تيوقع اليوتيوب كتبدا تطلع الفيديوهات ديالك هنا، يعني الفيديوهات المقترحة كتبدا تبان هنا، راه بزاف ديال الاخوان سمعتهم ما عرفتش علاش يقولوا ما تحطش فيديو كل نهار، ما عرفتش علاش يقولوا هذه القضيه، وهي في الصراحه راه مزيان عليك لا حطيتي فيديو كل نهار، راه مزيان. كاين شي اخوان مصريين بحال هذا الاخ مثلا فكره يوتيوب، كنشوفهم ماشي كل نهار، راه تلقى نهار كيحط فيه واحد 3 الفيديوهات، هذا شحال فيه 4 دقائق، في نهار تيحط واحد 3 الفيديوهات على 4، هذا فيه 4 دقائق، هذا فيه 5 دقائق، علاش؟ حيت هاد الاخوان فاهمين الخوارزميات ديال اليوتيوب، قد ما حطيتي فيديوهات بزاف قد ما القناة ديالك تبدا تطلع، تيبداو يحطوا لك الفيديوهات ديالك انا في الفيديوهات المقترحة، وفحال هكا كتجيب مشتركين كتجيب ساعات، اما لك تي انت تحط فيديو في السيمانة ولا فيديو في الشهر راه كتقتل القناة ديالك وهي يلاه بادية، يعني راه تشوفو بزاف تيدير فيديو في 4 دقائق 5 دقائق، يعني ماشي شي حاجة صعيبة، ماشي شي حاجة صعيبة. الصور المصغرة كاينين بزاف ديال التطبيقات، دخل على البلاي ستور راه كاين بزاف التطبيقات كيسهلوا عليك هاد الصور المصغرة، تشد صور مصغرة غتقوم موجودين تعدل فيهم ساهل، علاش انت غتبقى تحط فيديو في السيمانة ولا 15 يوم ولا شهر، راه كتقتل القناة ديالك. المهم الاخوان سمحوني انا طولت عليكم هاد الفيديو، وكنتمنى انكم تعملوا بالنصيحة، حنا اغلبي فين يلاه بدا في اليوتيوب، يعني بزاف
تيقولوا لي انت باقي ما محققش الشروط وتدو على شي حوايج مازال بعد، ولكن انا لا، فين ما كنلقى شي حاجه انها تقدر تنفعني وتنفع ناس اخرين كندير عليها فيديو. نتمنى الاخوان تخلوا واحد الاشتراك جيم وبارطاج اذا كان بالامكان، وشكرا.